كيف كتلاحظوا ان الان تنصوروا في لي زانكروست وهادو كنصوروا في استوديو ديال فانتازيا اللي هو في النادي ديال فانتازيا. هادو سي دي سيل اللي غادي يكونوا انكروستي في الفيلم ان شاء الله باش نكملوا الفيلم ديالنا، لان كاين شي حوايج اللي ما يمكنش تصورهم في الزنقه لان تنبغوا شويه السكوات وتنقدروا ندوبليهم. كنديروا ما يسمى في الافلام في السينما بالكومبوزيتين، يعني باش يكون عندهم واحد البعد، نقدروا نكثروا الناس، يكونوا عندنا مثلا 100 يقدروا نرجعهم 1000 2000 3000 ديال الناس. هادشي غادي نلاحظوه في الفيلم. فكل شيء دابا الان كيصور، ما عرفش واش كيصور الا حنا لان عارفين شنو باغي نديروا. الفيلم ديال النايضه الان الحمد لله وصل ل 70% في المونتاج ديالو. هو فيلم كبير لانه تقريبا فيه ما يعادل 400 ديال المشاركين، وهذا ماشي سهل. اضافه الى الديكورات، كانت ديكورات كبيره اللي هي الشارع والاوتيل يعني التوينز، ماشي سهله يعني، فخدا لينا شويه ديال الوقت. كذلك غادي يكونوا دي زيفي سبيسيو، اللي غيكونوا لي زيليكوبتر، العساكر اللي كتنزل، هادشي كلشي كيتطلب رغم الامكانيات الماديه اللي هي دائما ضعيفه، فحنا تنحاولوا بهذيك الامكانيات نخلقوا امكانيات اكبر ونعطيو فيلم كبير ان شاء الله. بالنسبه الموضوع ديال الفيلم كنظن كل شيء عارفوه، فهو يعني تيتكلم على واحد المجموعه ديال الشباب اللي عايشين في واحد الكاريان وتيمشيو عند المنتخب ديالهم اللي هو رئيس الحكومه باش يتفاهموا معاه، وما كيتفاهموا شيء، ما كيفتحش معاهم حوار، فكيتقلب الى نوع من العنف، وهذا الشيء اللي خصنا نتفاداو حنايا في الحياه ديالنا العاديه، لاننا حنا بلاد ديال الامن وديال الامان، بلاد ديال الحوار، فخص دائما يكون حوار ما بين الحكومه وما بين الشعب، نعرفوا اشنو كيدار، القرارات اللي كتخاض، لاننا حنا جزء منا وهذوك الناس كيمثلونا. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لها في الفيلم. بالنسبه لا تورني اللي كندير، يعني الجوله الفنيه ديالي الان بالعرض الجديد اللي هو وات ذا فان، هاد نوع من الكوميديا الجديده اللي هي معروفه يعني ستاند اب كوميدي، ولكن بطريقه اخرى اللي هي الطريقه ديال سعيد الناصري. فانا دائما تنبغي الجديد، والان مشينا للمدن الصغيره، واخر عمل كان في ورزازات، والعرض داز الحمد لله مزيان، وتنشكر الناس ديال ورزازات بهذه المناسبه على الاستقبال الحار اللي داروا، الجمهور اللي خرج ولو انه كان واحد البرد قارس، وجاو الناس مجموعين مع وليداتهم باش يشجعوني ويتفرجوا فيا ويتفرجوا في العمل ديالي، فهذا كنشكرهم حتى هما، الناس ديال بني ملال كذلك، وكاع الناس اللي تيحضروا الاعمال ديالي. فان شاء الله الجوله غادي تبدا ابتداء في سنه 2023، غادي نكملها ان شاء الله، غتبدا ابتداء من شهر ديال فيفري، يعني الشهر الجاي غادي ناخذوا هذا الوقت، لان غادي تكون الكره، ويكون ان شاء الله ذاك المباريات الدوليه اللي غتكون في المغرب ان شاء الله، فالاوروب ديال الانديه، فان شاء الله من بعد منا غادي نبدا عاوتاني في لاتورني ديالي باش نساليها ان شاء الله يوم 3 جوان كنظن، او لا يعني في شهر 6 في اكبر مسرح ان شاء الله اللي غيكون مسرح عالمي كاين في نيويورك، اللي هو الماديسون سكوير جاردن. فتنطلبوا من الناس ديال اللي عايشين في امريكا انهم يساندونا ويتعاونوا معنا باش نقدروا نديروا الماديسون سكوير جاردن، لان غادي نكون اول مغربي عربي افريقي اللي غادي يكون في هذا المسرح هذا اللي هو اكبر مسرح عالميا. فنتمنى من الله ان الامور تمشي كيف ما بغينا، والله يفرج علينا في حياتنا، ويكون هذه البلاد دائما بلاد ديال الخير، خصوصا ان الفريق الوطني المغربي شحنا بالعمل ديالو بالجهد اللي دار، فخلى فينا واحد الروح وطنيه قويه اللي تخلينا نمشيو بلادنا لقدام. شكرا لكم، شكرا للصحافه ديالكم. خبر وفاه الفنان عبد الرؤوف. عبد الرؤوف فنان كبير جدا، انا احترمه واقدره حياتي كلها، عندي معه ذكريات جميله جدا. عبد الرؤوف اول عمل اشتركنا فيه انا وياه كان في 94، كنا درنا جوله في اوروبا، وكان هو النجم، وحنا كنا معاه، يعني هذا كنت درت واحد الجوله سميتها اغي سبور، يعني فن ورياضه، كانت معنا نجاه عتابو، كان معايا، وكنا دينا فيها شباب من الخارج، منهم جمال الدبوس كان ديك الساعه يلاه بادي، كانت طلبتني عليه نعيمه المشرقي وساعدته ديته معايا، راه داير الفيديو كدور في سميتو، كاين واحد الفيديو دايروها كوميك انني كنضربو في راسو، انا عطيتو ربيتو قبل باش ما يبقاش يدير الزبايل.
وكان هو تيقلد عبد الرؤوف، ملي كان معنا عبد الرؤوف كان هو قلد عبد الرؤوف خلال هذيك، وقدمنا للجمهور حنايا يعني المغاربه اللي داروه. يعني ملي كنقول حنا يعني كاين السي عبد الرؤوف، السي عبد الرحيم التونسي الله يرحمه، سعيد الناصر اللي كان هو المنظم ديال الحفل، وكاينه نجاه عتابو حتى هي راه عاقله على هذا، وكانت معنا نوال المتوكل، كانوا كذلك معنا فريق الوداد الجونيور، كنا مشينا نلعبوا مع لان جمعت الكره والرياضه، ومشينا درنا جوله في هولندا في بلجيكا وفرنسا، وكانت جوله تقريبا فيها واحد جوج الاسابيع، وكان هو معنا مع واحد الرياضي سميتو القنديلي كذلك، اللي هما حنا جمعنا دوك الوليدات اللي عايشين برا وجلبناهم لعندنا للمغرب. فعلاقتي مع عبد الرؤوف علاقه كبيره، وكان فنان كبير لانه في الستينات خلق ان بيرسوناج اللي ما عمره كانوا ما عمره قدر يتخلق شي واحد بحاله، لو بيرسوناج دي كلون اغاب. انا بالنسبه ليا لان الكلون اغاب المهرج العربي ما كانش عندنا المهرج، فهو هي منتوج اوروب يعني شرق غربي ماشي عربي ماشي ديالنا، ولكن هو استطاع يجمع ما بين المهرج وما بين الكوميدي. يعني المهرج كيهضر كيتكلم بالماكياج بطريقه اللباس ديالو بالحركات ديالو، يعني ودخل البيوت ودخل القلوب الناس يعني من بكري، يعني هذه يعني وباش تعيش مع دي جينيراسيون تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال لي جينيراسيون راه ما ساهلاش، خصك تكون استاذ كبير. فلهذا انا كنقول يا ربي تسكنوا في جنات الفردوس، لانه اضحكنا وابكانا في نفس الوقت، واعطانا بسمه داخل بيوتنا، وكبرنا معاه حنايا الوليدات الصغار، وحببنا في الميدان الفني. فالله يرحمه، وتعازي ديالي لجميع المغاربه داخل خارج الوطن، والتعازي ديالي لوليداته بالاخص، لان ولده حسن تنعرفو، تنعرف وليداته حتى هما راه ولاد الميدان. فانا تنقول لهم التعازي ديالنا والبركه فيهم ان شاء الله، هما وربهم خلى لهم تاريخ كبير، شخصيه تاريخيه ما تنساش ان شاء الله، تبقى دائما في قلوبنا وفي عقولنا. يعني عبد الرؤوف ممكن نهضر عليه بزاف ما نسالي شيء، لانني انا عشت معاه لحظات جميله جدا، درنا جولات. كانت شفنا الغياب ديال الفنانين في الجنازه ديالو. هو شوف ربما الظروف اللي كانت ديال الموت ديالو، انا مثلا كنت خصني نحضر ما كنتش شايف هنايا. دابا حنا كنا في جوله، كاين اللي كيكون خدام، هذا وقت ديال التصوير، فكاين بزاف ديال الحوايج اللي تتخلي. اما الفنانين تنعرفهم، انا الفنانين ما تيتعكزوش انهم يمشيو يحضروا في الموت ديال الناس او اللي يدفنوا، اقل يعني التكريم اللي تقدر ديروا الفنان عظيم بحال هذاك. ولكن حنا معنا، فما نلوموش الفنانين اللي ما حضروش، لان يمكن ظروفهم يمكن ما سالاوش، ولكن ما نظنش بانهم ما حضروش حيت ما كاين شي موقف، او لا بالعكس هما كلهم تيحبوا. عبد الرؤوف كان محبوب عند الجميع، وكان عيبه بعيد، وعمره ما تحك مع شي حد، بالعكس وكان كيرضى باللي جاب له الله، ماشي داك النوع اللي كيتشطر ولا كان كيحب الفن ديالو. كان انسان طيب وخلوق، والمرض ديالو اللي طول هو ربما اللي خلاه يغيب شويه وخلاه بحال. فلهذا ما خصناش ننساو، خصنا نزوروا الناس اللي كيكونوا مرض ونكرموهم حدهم بالحياه ديالهم، ماشي تيموتوا عاد نهضروا عليهم. فكنظن انه كانت هناك ظروف عند بعض الفنانين ما قدروش يحضروا، فهذا ما تيعنيش انهم ما تيبغوش عبد الرؤوف او لا كاين شي موقف، ما نظنش. هاي عبد الرؤوف غيبقى في قلوبنا ويبقى في عقولنا وفي تاريخنا ما دمنا حيين ان شاء الله. السلام عليكم، عرفينا براسك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. العارف لا يعرف. لالا ميمونه مغربيه الى النخاع، امريكيه الجنسيه، كنت قاثنة بالديار الأمريكي، وحاليا بمغربنا وطننا، رحي فداه وفديك يا بلدي. تقولي لنا على الدور ديالك اليوم في الفيلم ديال سعيد الناصر. كان دور ماشي منتظر، كان unexpected really role. كنت كان لي الشرف أن نمثل مع سعيد الناصري المعلمة، الحمد لله درت واحد الدور ديال امريكيه مغربيه امريكيه، تتشوف واحد الحادث انهم غير ما راضياش على الاوضاع الحاليه، لانه حنا بلادنا بلاد سلم ومحبه واخاء وعطاء، وكي قلت بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطول سنين، وهذا البلد الامين وسيظل امنا الى يوم الدين، لانه بلاد الاولياء وبلاد الشرفاء وبلاد الخلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام، بلاد لا يمس وما غيمسش وما سيت اون منظومة اللي ما عمرهم ما غيفهموها، والهريج عليهم كيفهموها ولا يفهموهاش، ما بغيتهمش انا يفهموها، لأنه ما كان لله ذا ما واتصل، ومن كان لغير الله انقطع وانفصل.
التليفون كذا زيد. شوف سير واجي سير واجي عادي، حي التليفون وسير واجي عادي، سير عادي عاك بحال حاضر بحال حاضر عادي كتمشي وتجي طلع. مرة جاي ما حضرش شي دور واحد تاع تاع واش عبد الله خفتي دابا تحلت معانا هاد البنات كلها غادي تصفق عليك كيقول يدور معايا مزيان مزيان سميتو داكور مزيان سي بون تخي بيان ديجا تورني مزيان شوف الفوق هذوك كتشوفوا الفوق كاميرا وين كاميرا كتصور الفوق تخي بيان تخي بيان ان شاء الله.